بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ إن شاء الله تعالى الكلام عن المولد النبوي، وخصوصا الفترة التي سبقت ولادته صلى الله عليه وسلم، لما فيها من العبرة والحكمة. يقول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ويقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول: لا إله إلا هو، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، لقد لقي عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم من عنة قريش وتعسفها حين أراد حفر بئر زمزم، لقلة من يمنعه من ولده آنذاك. لاقى ما لاقى من عنتهم، وقالوا له: يا عبد المطلب، أتستطيل علينا وأنت فذ لا ولد لك؟ فحز ذلك في نفسه، فنذر لله تعالى لئن ولد له 10 بنين ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة. فلما بلغوا 10 بعد 30 سنة أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء فأطاعوه، فقال لهم: ليأخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه ثم أتوني. ففعلوا، فدخل على هبل في جوف الكعبة فضرب صاحب القداح، هذاك اللي تيضرب القرعة، ضرب صاحب القداح القداح فخرج القدح على عبد الله. وكان عبد الله أحب أولاده إليه، فهم بذبحه، فقام إليه أخواله ومنعوه من ذبحه وقالوا: إن كان فداؤه بأموالنا فديناه. ومنعته قريش كذلك لمكانة عبد الله عند قريش، وقالوا له: انطلق إلى المدينة فإن بها كاهنة فسلها. فلما قص على الكاهنة عبد الله قصته، قالت الكاهنة لعبد المطلب: كم الدية عندكم، يعني في بلادكم، وهذا ما يسمى بالإحالة القانونية، كم الدية فيكم؟ قالوا: 10 من الإبل، بمعنى إذا قتل أحد أحدا وأراد أهله أن يأخذوا الدية فعشرة من الإبل. قالت: ارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل ثم ضربوا عليه وعليها القداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا 10 حتى يرضى ربكم.